في عندنا ديفينيشن برضو مهم قوي بالنسبه لنا في الـ في الديسكريت تايم سيستمز، هي هل السيستم بتاعنا ريكيرسيف ولا نون ريكيرسيف. اوكي، احنا زي ما احنا شايفين كده، احنا في الاخر زي ما احنا كنا بنبص على الديفرنشال ايكويشنز في الكونتينوس تايم سيجنالز، احنا دلوقتي بنبص على حاجه بنسميها ديفرنس ايكويشنز. اوكي، في الديسكريت تايم سيستمز بتاعتنا. اوكي، فنلاقي مثلا ان احنا نقدر ان احنا نحط الاوتبوت بتاعنا in terms of بقية الحاجات التانية كلها. بقية الحاجات التانية دي in general هتكون فيها حاجتين، هيكون فيها ال input بتاعنا ب delayed versions منه، اوكي، مضروب في coefficients معينة، وال outputs اللي كانت قبل كده، ال outputs السابقة كمان اللي هي سابقة على n، اوكي، يبقى n minus 1 n minus 2 وهكذا. اوكي، لو السيستم بتاعنا دوت نقدر نحطه بالشكل دوت، وعندي هنا ال initial conditions بتاعتي اللي هي n ماينس 1 و n ماينس 2 وهكذا ما بتساويش الصفر، يعني ايش الكونديشن بتبقى نون زيرو، يبقى معنى كده اقدر اقول على السيستم بتاعي دوت ان هو ريكيرسيف. ريكيرسيف ليه؟ لان انا دلوقتي بجيب الاوتبوت بداله الانبوت والاوتبوتس اللي فاتت. اوكي، لازم علشان ما يبقاش السيستم بتاعي ده ريكيرسيف لازم يكون الجزء دوت مش موجود، بنسميه بقى السيستم ده نون ريكيرسيف. نون ريكيرسيف بنلاقي ان الاوتبوت بتاعي عباره عن فانكشن بس في الانبوتس، والانبوتس الحالي بتاعي والانبوتس الايه السابقه، انما ما هواش انبوت في الايه في واي خالص، يعني الاقي واي في ان دي مش فانكشن في اي واي تانيه خالص. اوكي، فدي هنشوف بعد كده ان هي بتطلع لي حاجه بنسميها يعني انفينيت امبلس ريسبونس، انفينيت امبلس ريسبونس سيستم، وهنلاقي دي بتسميها او بتطلع لنا حاجه بنسميها الفاينايت امبلس ريسبونس سيستم. اوكي، فدي ناخد بالنا منها، ودي بتظهر بمجرد النظر، يعني ببص على السيستم بتاعي ومجرد نظر وانس ان انا حطيت الاكسبريشن بتاع واي اوف ان اقدر على طول او اصنف في السيستم بتاعي اذا كان ريكيرسيف ولا نون ريكيرسيف. على مثال على كده، لو انا خدت دلوقتي موفينج افريج فلتر، موفينج افريج فلتر ده عباره عن الايكويشن بتاعته عباره عن واي اوف ان اوكي بتساوي تلت اكس اوف ان زائد اكس اوف ان ماينس 1 بلس اكس اوف ان ماينس 2. لو انا بصيت هنا كده عايز اعرف اذا كان ده يعني اول حاجه اذا كان لينير ولا مش لينير. اوكي، لو انا جربت الكونديشن بتاع اللينيارتي هلاقي ان ده اللي بيتحقق. كويس، اي حاجه فيها لينير فانكشن اوف اكس او ديريفاتيفز من الاكس، زي ما كنا بنتكلم على الجزء اللي هو بتاع الكونتينوس تايم سيستمز، او هنا ديليد فيرجنز من الاكس، كل الديليد فيرجنز دي ستيل اوكي انها تكون لينير، ما فيهاش مشكله. اوكي، فيبقى السيستم ده شكله فعلا ان هو لينير. اوكي، طب هل تايم انفاريانت؟ لو انا حطيت هنا n بتساوي n ماينس m، اوكي، هيبقى عندي كل حاجه هنا نفس يعني كل الاكسات الموجوده عندي هنا هتبقى ديليد بنفس المقدار، فيبقى معنى كده هي فعلا هتديلي او الاوتبوت بتاعي بنفس المقدار، فبالتاكيد هتطلع تايم انفاريانت. هل السيستم بتاعي دوت ريكيرسيف ولا نون ريكيرسيف؟ هل احنا شايفين y في n function في x بس اللي هو الانبوت بس، ولا الانبوت والاوتبوت؟ شايفينها function في الانبوت بس. طالما function في الانبوت بس مفيش اي y خالص في الاكسبريشن ده، يبقى بالتاكيد y في n دي او السيستم بتاعي اللي هو متعرف بالايكويشن دي معنى صح يعتبر non recursive system. اوكي، non recursive او FIR، اوكي، finite impulse response. لو خدنا مثال تاني، حاجه بنسميها الاوتو ريجريسيف discrete filter. اوكي، ده بيبقى ديفايند بالاكسبريشن دوت y of n بتساوي a y of n minus 1 plus b x of n. اوكي، لو احنا بنبص برضو على حاجه زي كده ونعرف اذا كان الكلام ده ريكيرسيف ولا مش ريكيرسيف، واضح جدا ان احنا عندنا y هنا الناحيه الثانيه، يعني الاوتبوت بتاعنا فانكشن في previous outputs، فمعنى كده على طول ده ريكيرسيف سيستم. لو خدنا مثال تاني اوتو ريجريسيف موفينج افريج، بيبقى في عندي برضو هنا نفس الحاجه اللي كانت عندنا هنا، اوكي، 0.5 y of n plus x of n plus x of n minus 1، يعني في كذا input للx وفي برضو still inputs للايه؟ يعني في عندنا جزء من الايكويشن بتاعتنا function في previous outputs، اوكي؟ يعني الاوتبوت الحالي function في الانبوتس الحاليه والسابقه وfunction في الاوتبوتس السابقه، once ان هي كده، once ان هي function في الاوتبوتس السابقه، اوكي؟ حتى لو واحده بس، هيبقى الكلام ده يعتبر برضو ايه؟ يعتبر برضو يعتبر ريكيرسيف سيستم. فتو سيستمز دول امثله على ريكيرسيف سيستمز، ودي الحقيقه امثله بتستعمل كتير الحقيقه فعلا، يعني الحاجات دي الاوتو ريجريسيف فلترز دي موجوده كتير الحقيقه في ابلكيشنز مختلفه في الديجيتال سيجنال بروسيسنج.